اهلا بكم في حلقه جديده من كنترول سيستمز انجينيرنج، هندسه نظم التحكم، اعداد المهندس كورلس رفعت. هنكمل مع بعض الكتريك سيركت انالوجي، وفي حلقه النهارده هناخد البارل انالوجي، وفيها بحول السيستم الميكانيكال لدايره كهربيه بس عن طريق النودل ايكويشن. عموما اخذنا في الفيديوهات اللي قبل كده الكتريك سيركت انالوجي بينقسم لنوعين، قلنا السيريز او يطلق عليه الدايركت انالوجي، وفي كنت بستخدم المش اكويشن وغطينا الكلام ده في فيديوهات سابقه. اما النهارده هناخد البارلل انالوجي وفيها هستخدم النودل اكويشن. عموما الانالوجي اصلا معناه ان انا بحول الميكانيكال سيستم لدايره كهربيه مكافئه اقدر اتعامل معاها بسهوله، مثل عندي سيستم ميكانيكال زي ما انتم شايفين حولته لدايره كهربيه، بس هنا استخدمت البارلل انالوجي وفي بستخدم النودل ايكويشن، وهنشوف الكلام ده بالتفصيل خلال الفيديو. اخدنا كمان ريفيو قبل كده ان المكثف فولت عباره عن 1 على سي تكامل تياره، وحولنا ده للاس دومين طلع الامبيدنس عندي 1 على سي اس، الامبيدنس الخاصه بالمكثف 1 على سي اس. ولو قلنا مقاومه يبقى فولت المقاومه بيساوي ار في تيارها، والفي بيساوي ار في اي، يبقى الامبيدنس الخاصه بالمقاومه عباره عن ار. لو عندنا ملف يبقى فولت الملف بيساوي ال تفاضل تياره، ولو حولناها للاس دومين يبقى عند الامبيدنس عباره عن ال اس اللي خاصه بالملف. في الحقيقه خلال فيديو النهارده انا مش هتعامل مع الامبيدنس، هتعامل مع الادميتنس. الادميتنس هي مقلوب الامبيدنس، يعني لما اقول الامبيدنس بتاع المكثف 1 على سي يبقى الادميتنس بتاعته سي اس، الادميتنس بتاعت المقاومه هي 1 على ار، الادميتنس بتاعت الملف 1 على ال سي. هروح لابسط نظام ميكانيكي يتحرك ازاحه وحيده اكس واحد او اكس عموما، والسيستم ده بيحتوي على الثلاثه كومبوننت اللي هو الماس والدمبر والسبرينج عندي. لو انا حطيت المعادله يبقى اكس في الامبيدنس كلها بتساوي الاف اللي هي الفورس. ما يتم قوله في هذا الفيديو على اللينير ميكانيكال سيستم هو نفسه يتم تطبيقه على الروتيشنال ميكانيكال سيستم، مع استبدال الاف بالتورك واستبدال الاكس بسيتا، مفيش اي اختلاف في القوانين او القواعد، نفس الفكر نفس الطريقه مع استبدال الاف بي تي واستبدال الاكس بسيتا، وهيبقى في تغيير طفيف في الرموز دي مش اكتر زي ما شرحنا في الروتيشنال ميكانيكال سيستم. لو رحنا لابسط دايره كهربيه بيبقى فيها ثلاثه كومبوننت ال والار والسي توازي، بيبقى عندي هنا السورس عباره عن تيار كرنت سورس، السورس اللي بيمد الدايره دي عباره عن كرنت سورس قيمته اي. هنلاحظ ان الثلاثه هنا توازي وبالتالي الفولت على التوازي ثابت، فهيبقى هنا في فولت واحد اسمه اي. طول ما هو فولت او نقطة عندها فولت مشترك فيها اكتر من برانش نودل بوينت، نودل بوينت. وهستخدم هنا النودل ايكويشن عندي او كيرشوف نودل ايكويشن. لو انا قلت ان التيار السورس ده هيبقى عبارة عن ايه؟ هيبقى عشان التلاتة توازي هيبقى التيار ده زائد ده زائد ده، يبقى التيار الكلي بيساوي مجموع التيارات اللي موجودة في البرانشات توازي. ولسه قايلين علاقة الفولت بالتيار لكل كومبوننت في السلايد اللي فات. طب انا مش محتاج الفولت، انا محتاج التيار. يبقى هنتكلم على المقاومة، تيار المقاومة بيساوي ايه؟ فولتها اللي اسمه اي على قيمتها، تيار الملف بيساوي اي على الامبيدنس بتاعته اللي هي ال اس، اما المكثف لو عايز التيار بتاعه بيساوي الفولت على الامبيدنس بتاعته، الامبيدنس بتاعت المكثف 1 على سي اس، يبقى اي على 1 على سي اس، تطلع المعادله بالشكل ده. انا هاخد اي عامل مشترك، انا لسه قايل هناك 1 على ار عباره عن ايه؟ الادميتنس بتاعت ار، ال اس ده عباره عن الادميتنس بتاعت الملف، سي اس بس عباره عن الادميتنس بتاعت المكثف، يعني البرانشات عندي توازي. رغم كده ان انا جمعت، بس انا جمعت المقلوب بتاع الامبيدنس بتاعته، يبقى ده عباره عن محصله الادميتنس اللي موجوده في الدايره. يبقى هنا في الدايره الكهربيه بتعامل مع ادميتنس وليست امبيدنس، بمعنى ان الامبيدنس بتاعت الملف تبقى ال اس، يبقى في القانون تبقى 1 على ال اس ده ادميتنس، الار دي الامبيدنس تبقى 1 على ار، السي الامبيدنس بتاعته 1 على سي، هتبقى هنا في القانون سي اس الادميتنس. وطول ما هما توازي هجمع، لان ده ادميتنس، الادميتنس بتبقى قانونها عكس الامبيدنس تماما. عشان اقارن من المعادله دي هضرب في اس واقسم على اس، يبقى ضربت اس في اكس وقسمت على اس، هيبقى اس اكس كابيتال عباره عن في كابيتال، دي الفيلوستي على فكره وليست فولت، دي فيلوستي عندي سرعه او موشن. لما اقسم هنا هتبقى ام اس في زائد كي على اس. هقارن المعادله دي بدي، لما جيت اقارن اف بتساوي اي والفي بتساوي اي، الموضوع هنا في البارلل عكس السيريز معكوس تماما، وبالتالي لو لاحظنا الام اس سي اس يبقى الام بتساوي سي، اف في بتساوي 1 على ار، هنا كي على اس، هنا 1 على ال اس، اس في المقام يبقى الكي بتساوي 1 على ال. يبقى زي ما قلنا هتبقى عندي في الميكانيكال ام همثلها بمكثف في الدايره الكهربيه قيمته ام فراد، عندي دمبر اف في الميكانيكال همثله بمقاومه، مقاومه عندي هنا
في الميكانيكال كي، الكي همثلها بملف قيمته 1 على كي، لان الكي بتساوي 1 على ال، في النهايه هيبقى بالهنري طبعا وحدته لان ده ملف. فبالتالي الدايره الميكانيكيه او الدايره الكهربيه اللي انا رسمتها في السلايد اللي فات هشيل الاي واحط مكانها مين؟ الاي هيتشال وتحط مكانها في، يبقى الفي دي النود، يبقى هنا في نود، نود عندي ليها فولت، الفولت قيمته عباره عن الفي اللي هي قيمه السرعه في الميكانيكال، وهمثل هنا الكرنت سورس، كان هناك اي هشيل الاي واحط مكانه اف، الاي هشيله احط اف، يبقى كرنت سورس قيمته اف وحدته امبير، النود هنا هيبقى فولت قيمته في اللي هي السرعه وحدته فولت. هنشوف الكلام ده بالامثله. فخلال الامثله عندي لو في عندي اكتر من معادله الكومبوننت اللي بتتاثر بموشن معينه احول الكومبوننت بتاعتها البارالي في الالكتريكال سيركت، يبقى الكومبوننت اللي بتتاثر بموشن معينه بتتحول لبارالي كومبوننت في الدايره الكهربائيه ليهم نود واحده. طب لو في عندي كومبوننت مشتركه بين اتنين موشن بحولهم لبارالل مشتركين بين اتنين نود. قبل ما ناخد الامثله في ملاحظات مهمه، لو لقينا زيرو في المعادله الميكانيكيه، زيرو مضروب في اكس يعني زيرو في اكس، فبالتالي زيرو ده اللي مضروب في اكس بيمثل امبيدنس عندي في الميكانيكال. الامبيدنس في الدائره الكهربائيه انا قلت بتعامل مع الادميتنس وليس الامبيدنس، الادميتنس عباره عن مقلوب الامبيدنس، يبقى زيرو مقلوبها تبقى ما لا نهايه. يبقى في الدائره الكهربائيه هنمثلها عباره عن امبيدنس قيمتها بما لا نهايه او ادميتنس قيمتها بزيرو. في النهايه بمثلها باوبن سيركت، يعني لو في امبيدنس في الدائره الميكانيكال قيمتها بزيرو بمثلها باوبن سيركت في الدائره الكهربائيه. لو قينا الاف قيمتها بزيرو يعني الفورس في الميكانيكال قيمتها زيرو بحولها لكرنت سورس، ما الاف بتتحول لكرنت سورس، الكرنت سورس ده هيبقى قيمته ايه؟ زيرو برضه، لان الكرنت سورس هيبقى قيمته الاف. ايه معنى كرنت سورس قيمته زيرو؟ معنى كده ان مفيش تيار في البرانش بتاعه، يعني هو مش بيطلع تيار، ما مش بيطلع تيار يبقى امثله كاوبن سيركت. في النهايه هل زيرو عندي في اي معادله ميكانيكيه ميكانيكال سيستم بحوله اوتوماتيك لاوبن سيركت في الدائره الكهربائيه مهما كان، سواء كان مع الامبيدنس او الادميتنس او مع الكرنت سورس، هل زيرو احوله لما لا نهايه او اوبن سيركت. ناخد مثال، هنبدا بالمثال ده. اول حاجه عندي هنا مفيش فريكشن، هيبقى عندي اربعه كومبوننت، انا جبت المعادلات بعد فرض الازاحات لقينا عندنا ازاحتين، هيبقى معادلتين في ازاحتين. هناخد المعادلتين دول هبتدي ارسم، انا برسم نود، يبقى هنا هيبقى عندي النود الاولى دي نود واحد، يعني هنا هيبقى نقطه او حاجه مشتركه بين كذا حاجه، ودي نود ثانيه، النود الثانيه دي نقطه بيبقى عندها فولت، الفولت عند نود واحد اسمه في واحد، النود الثانيه اسمه في اتنين، هيبقى ده هنا المشترك بين الاثنين، يبقى ده مستطيل اللي عليه احمر بازرق ده هيبقى المشترك بين نود واحد ونود اتنين. هبتدي عندي اول حاجه برسم خط ارض ثابت او مشترك بين الاثنين، هروح للمشترك، المشترك بين اكس واحد واكس اتنين هنلقى القوس ده، طبعا احنا اتعلمنا نحل المعادلات في الفيديوهات اللي قبل كده في الميكانيكال سيستم، فمعروف ان القوس ده عباره عن مشترك بين اكس واحد واكس اتنين. هروح هنا انا عامل لك هنت على الشمال اهو، ان الام بتكافئ مكثف، الواحد على اف في بتكافئ مقاومه، واحد على كي بتكافئ ملف. المشترك عندي هيبقى بقرا القوس على بعضه، يبقى اف في وكي، الاف في عندي عباره عن مقاومه هيبقى قيمتها واحد على اف في، الكي عندي عباره عن ملف قيمته واحد على كي، يبقى هنا همثل مقاومه وملف يبقوا بارل، يبقى بين المشترك نود واحد واثنين همثل الاثنين كومبوننت، الاثنين كومبوننت هيبقوا بارل، يبقى عندي مقاومه وملف والاثنين توازي زي ما انت شايف، المقاومه قيمتها واحد على اف في والملف قيمته واحد على كي. بعد ما انا مثلت المشترك وقلنا دي عباره عن نود يبقى تبقى ايه؟ نقطة كده ودي نقطة، ابتدي امسح المشترك من اكس واحد واكس اتنين، يبقى عندي الاف في اس وكي همسحها من هنا وهنا، بمسحها من القطر دايما. بعد ما امسحها ارجع تاني للمعادلة الأولى، يبقى هاخد القوس مع اكس واحد فقط في معادلة اكس واحد، يبقى ده خاص بالنود الأولى فقط، يبقى ده خاص بالنود الأولى فقط، يبقى عندي هيبقى ام واحد، الام بتكافئ مكثف، مكثف قيمته ام واحد، يبقى اجي هنا من النود الأولى للأرض، دي معناها نود واحد، بمعنى ان دي عباره عن الادميتنس اللي متوصله من نود واحد للارض، عشان يبقى خاص باكس واحد بس يبقى خاص بنود واحد بس، يبقى ام واحد معناه مكثف قيمته ام واحد، اجي هنا النود اوصل المكثف للارض. نروح بعد كده الناحيه اليمين، الناحيه اليمين عباره عن اف، الاف دي بتتمثل بكرنت سورس عند مين؟ النود الاول، طول ما انا في المعادله الاولى يبقى دي في النود الاولى، النود الاولى يبقى الاف بتمثل كرنت سورس، يبقى اجي هنا احط كرنت سورس قيمته اف، خلي بالك كل حاجه بتبقى توازي. بعد كده هروح ل اكس 2، اكس 2 موجود معاها ام 2، الام بيتكافئ مكثف، يبقى مكثف قيمته ام 2، يبقى فين؟ يبقى من نود للارض، يبقى من نود للارض مكثف قيمته ام 2. نيجي هنا هنلقى الفورس عندي بزيرو، قلنا زيرو بيكافئ ايه؟
اوبن سيركت، يعني اجي اعمل توازي، توازي اوبن سيركت. هنلاحظ هنا الكومبوننت عندي عباره عن توازي، هنا وهنا توازي وهنا وهنا توازي، والمشترك هيبقى توازي برضو، عشان كده اسمه بارلل انالوجي، وهيبقى ان نود 1 ونود 2. هبتدي امسح كل حاجه، مسحت الاوبن عندي، يعني الاوبن ده ملوش لازمه امسحه، وهمسح كل حاجه واسيب بس ايه في 1 وفي 2. ولازم تبقى في 1 عشان دي خاص بنود 1، وفي 2 عشان خاص بنود 2 او اكس 2. المعادلات احيانا بتبقى بالشكل ده، او ممكن اجي هنا اضرب في اس واقسم على اس، يعني هتبقى اس اكس 1 بتعبر عن في 1، واقسم على اس هنا وابتدي امثل الكومبوننت. مفيش مشكله، حل بالطريقه اللي تريحك. نفس النظام هنا، اضرب في اس واقسم على اس، اما الناحيه اليمين مش بضرب ولا اقسم، بسيبها زي ما هي. كل الاقواس اللي على الشمال بضرب في اس واقسم على اس، واستبدل اكس 1 بفي 1 واكس 2 بفي 2. هنعد الكومبوننت هنا هنلاقيهم 4، هي نفس عدد الكومبوننت بتاعت الميكانيك. هروح للمثال الثاني، هنلقى عندنا 3 كومبوننت اهو، ماس وسبرينج ودمبر. هنلقى من المثال ده بيتحركوا ازاحتين فقط، عملت معادلتين عشان ازاحتين. لو عدينا الكومبوننت هنلقاهم 3. هنبتدي نروح نطبق اللي احنا قلناه، هبتدي ارسم، هتبقى نود 1 ونود 2، وبالنود 1 ونود 2 بحط المشترك هنا. ابدا عندي بالخط الارض ثابت، وبعد كده اروح للمشترك. المشترك عباره عن بين اكس 1 واكس 2 اللي هنا ده. المشترك هنا احنا اتعلمنا نجيب المشترك ازاي في الفيديوهات الخاصه باللينير ميكانيكال سيستم. هنلقى الكي، الكي بتمثل ايه هنا؟ بتمثل ملف، الملف ده قيمته ايه؟ 1 على كي. يبقى انا في المشترك احط ملف فقط كده قيمته 1 على كي. خلي بالك ما يبقاش الملف من هنا للارض غلط، لا ده بين 1 و2، بين نود 1 ونود 2، يبقى مشترك بين الاثنين. هبتدي بعد كده الكي همسحها من القوس بتاع اكس 1 واكس 2، همسحها من القطر اللي هو اكس 1 واكس 2. يبقى مسحتها اهي، هرجع تاني اشوف اللي معاه اكس 1 فقط، ده خاص بنود 1 فقط، هيبقى عندي ام واف في. الام بتكافئ مكثف قيمته ام، والاف في بتكافئ مقاومه قيمتها 1 على اف في. يبقى عندي اثنين كومبوننت، مكثف ومقاومه. يبقى هنا هحط مكثف ومقاومه، والاثنين بيبقوا توازي، وادي القيم زي ما انا قلت. نروح للناحيه اليمين هنلاقي هنا زيرو. زيرو يعني ايه؟ يعني اوبن سيركت، بيبقى توازي، يبقى احط معاهم توازي اوبن سيركت. نروح للنود الثانيه، النود الثانيه يبقى هتكلم على اكس 2 في معادله اكس 2، يبقى القوس ده فاضي يعني في زيرو. زيرو يعني انا هعمل اوبن سيركت هنا من نود 2 للارضي، يبقى اوبن سيركت عندي. هروح للناحيه اليمين هيبقى اف عندي، اف بتتمثل بكرنت سورس، هنا توازي معاها كرنت سورس قيمته اف. هبتدي اظبط الرسمه عندي، همسح كل الاوبن سيركت عندي هنا، ده همسحه طبعا ملوش لازمه، وهمسح كل حاجه وهسيب الرسمه بالشكل ده. زي ما قلنا تاني تاكيد على الرسم، المشترك بين اكس 1 واكس 2 كي، يبقى المشترك بين في 1 وفي 2 ملف قيمته 1 على كي. لو خدت بالك هتلاقي الملف ده مشترك بين النود دي والمشترك بين النود دي. اما لو رحنا لاكس 1 هنلقى فيها الام والاف في والكي. تعال بص كده، الام دي خاصه باكس 1 فقط، هتلقى دي الام عندي خاصه باكس 1 فقط، هتلقى الاف في خاصه باكس 1 بس اهي. اما الكي دي متوصله مع نود 1 اهي، بس مشتركه مع النود الثانيه فيه. ونفس النظام مع اكس 2، اكس 2 يعني في 2، في 2 هتلقاها عندها كي فقط اهي، وهيبقى كمان عند النود الثانيه موجود الكرنت سورس عندها. هعد الكومبوننت هيبقى عندي عددهم 3، 1 2 3، يبقى كده انا حلي صح. طبعا هنا انا بفرض النود، يبقى اللي على الشمال دايما في 1، اللي على اليمين دايما في 2 ثابت. هناخد مثال تاني، هنا من واضح من الرسم ان في فريكشن هنا بيتعدي كومبوننت، وفي فريكشن هنا بيتعدي كومبوننت، وهعدي باقي الكومبوننت هنلقاهم 7. من الرسم هيتضح عندي على الرسم ان عندي او في السيستم عليه ازاحتين، يبقى هطبق معادلتين زي ما احنا اتعلم. المعادلتين هبتدي اطبق نود 1 ونود 2، زي ما قلنا ده هيبقى المشترك. هروح لاعمل خط ارض ثابت، المشترك بين اكس 1 واكس 2، يبقى اف في 2 وكي 2. اف في 2 يعني هيكافئ مقاومه قيمتها 1 على في 2، والكي 2 عباره عن ملف قيمته 1 على كي 2. يبقى في المشترك بين في 1 وفي 2 عندي عنصرين توازي اللي هو مقاومه وملف، هيبقى عندي مقاومه وملف وبالقيم اللي انا قلتها اللي هي اف في 2 وكي 2، يبقى هتبقى 1 على اف في 2 والملف هيبقى 1 على كي 2، وهيبقى ده توازي هنا، والاثنين بعد التوازي هيبقوا مشتركين مع في 1 وفي 2. هبتدي امسح اللي انا عملته، يعني اللي انا عملته ده همسحه من قوس اكس 1 واكس 2 القطر. بعد ما انا امسح هشوف اللي هيفضل عندي، مين اللي هيفضل؟ هيفضل عندي ام 1، يبقى هتبقى مكثف قيمته ام 1، اف في 1 يعني مقاومه قيمتها 1 على اف في 1، كي 1 يعني ملف قيمته 1 على كي 1. يعني الثلاثه عناصر دول
هيكافئوا عندي سي وار وال ويبقوا الثلاثه توازي لان بتعامل مع ادميتنس باريل انالوجي. هيبقى هنا مع النود الاولى عشان بشتغل مع اكس واحد هيبقى الثلاثه توازي بالقيم اللي انا قلتها. هروح للناحيه اليمين هنا هنلقى فيه زيرو يعني مفيش فورس وبالتالي هيبقى عندي هنا اوبن سيركت، اوبن سيركت توازي معاه. هروح لنود 2 يبقى هتكلم على اكس 2 في معادله اكس 2 هنشوف اللي فاضل ام 2 واف في 3. ام 2 يعني بتكافئ مكثف قيمته ام 2، اف في 3 بتكافئ عندي مقاومه قيمتها 1 على اف في 3 يعني عندي مكثف ومقاومه يبقوا توازي. يبقوا توازي فين؟ عند نود 2 يبقى من هنا للارض. يبقى هنا مقاومه ويكثف زي ما انتم شايفين بالقيم اللي احنا قلناها. هروح للناحيه اليمين هنلاقي عندنا قوه هنا اسمها اف، الاف دي بتمثل كارنت سورس قيمته اف. هبتدي امسح كل حاجه وامسح الاوبن يبقى الشكل اللي عندك هنا. هتعد الكومبوننت هتلاقاهم 7 وما تنساش الفي 1 تبقى على الشمال وفي 2 على اليمين. هروح لمثال تاني هنلقى نفس المثال اللي فات بس تقريبا اللي زاد عليه هنا السبرنج هنا. بعد فرض الازاحات على الرسم وجدنا او اتضح ان عندي ازاحتين يبقى عندي معادلتين. هاخد المعادلتين دول وهبتدي اقول عندي 2 نود، نود 1 ونود 2. يبقى نفس النظام هدور على المشترك، قبل المشترك هرسم الخط الثابت المشترك بين اكس 1 واكس 2، عندي اف في 3 وكي 2، اف في 3 بيكافئ مقاومه قيمته 1 على اف في 3، الكي 2 بتكافئ عندي ملف قيمته 1 على كي 2، يبقى عندي عنصرين مقاومه وملف توازي بالقيم اللي انا قلتها هنا. هبتدي بعد كده همسح اللي انا عملته، القوس المشترك اللي انا خلصته همسحه من اكس 1 واكس 2، لو بصينا كده هنلقى انا مظلل لك هنا ده المشترك همسحه هيفضل عندي هنا مع اكس 1 ام 1 اف في 1 كي 1. عندي الثلاثة كومبوننت ميكانيكال يبقى عندي ثلاثة كومبوننت الكتريكال وهيبقوا الثلاثة توازي. هيبقى عندي مكثف قيمته ام 1 اف في 1 يعني مقاومة قيمتها 1 على اف في 1، كي 1 يعني ملف قيمته 1 على كي 1، هيبقوا الثلاثة توازي مع نود 1. هروح للناحية اليمين هنا هنلقى في اف، الاف دي بتعبر عن كرنت سورس عند نود 1. هروح لنود 2 يعني انا هتكلم على اكس 2 في معادله اكس 2 يبقى معايا ام 2 اف في 2 كي 3. هيبقى عندي ام 2 معناها مكثف قيمته ام 2، اف في 2 يعني عباره عن مقاومه قيمتها 1 على اف في 2، وكي 3 عباره عن ملف قيمته 1 على كي 3. عندي الثلاثه كومبوننت بالقيم اللي انا قلتها هيبقوا ثلاثه توازي عند نود 2 عشان بتكلم على اكس 2 في معادله اكس 2. عندي زيرو يبقى اجي هنا في النهايه اعمل اوبن سيركت توازي معاه، وبالتالي بعد كده هبتدي امسح كل حاجه هعد الكومبوننت هلقاهم فعلا 8، عندي 2 هنا وثلاثه وثلاثه كده 8، هنلقاهم نفس عدد الميكانيك، ما ينفعش يبقوا ازيد ولا انقص، لازم نفس العدد. والكلام واضح على الرسم اهو. نروح نشوف مثال تاني هنلقى عندنا هنا 4 كومبوننت اساسيه، هفرض الرموز عندي، هفرض الازاحات على الرسم، هلقى عندي 3 ازاحات على الرسم يعني 3 معادلات، لو عدينا الكومبوننت قلنا ان هم هيطلعوا 4، هروح احط النودس عندي. ادي نود 1 نود 2 نود 3، مش عايزك تتصدم ركز معايا كده الموضوع سهل خالص، دي نود 1 دي نود 2 نود 3، يبقى افرض الاماكن نود 1 نود 2 نود 3، اعمل هنا مستطيل ده المشترك بين نود 1 ونود 2، ومستطيل ثاني المشترك بين نود 2 ونود 3، واجي هنا نود 3 ونود 1 لازم بينهم مشترك، يبقى ادي هنا هتبقى دي في 3 يبقى في 3، في 1 تبقى في 1، وادي القوس المشترك بين نود 3 ونود 1، اعمل خط ارض ثابت، ثابت كده لكله. المعادلات عندي زي ما انت شايف كده. أول حاجة ببص على المشترك، أبص كده على المشترك بين إكس 1 وإكس 2، كلمة إكس 1 وإكس 2 يعني بين نود 1 ونود 2، نود 1 ونود 2، يبقى إكس 1 إكس 2 كي، يبقى الكي بتعبر عن ملف قيمته 1 على كي، يبقى أنا أحط ملف قيمته 1 على كي، زي ما أنت شايف كده، ومعروف إن النود عبارة عن نقطة، النود عبارة عن نقطة أو بوينت بيبقى عندها تلاقي أكتر من برانش. اكس 1 واكس 2 انت جبت المشترك، يبقى اروح لاكس 1 واكس 2 اللي موجوده في القطر، امسح المشترك اللي انا عملته، يبقى امسح من هنا كي وهنا كي، خلي بالك مش شغال على اكس 1 اكس 2، يبقى امسح من اكس 1 الموجوده في القطر واكس 2 الموجوده في القطر، امسح القيمه اللي انا خدتها هنا. هروح بعد كده للمشترك بين اكس 1 واكس 3، المشترك بين اكس 1 واكس 3 0، يبقى بين نود 1 ونود 3 اللي هي دي هنا، مشترك هنا 0 يعني اعمل شورت سيركت، لا غلط. أنا قلت دايما في البارل انالوجي طول ما هو زيرو يبقى اوبن سيركت، يبقى هنا هروح أعمل اوبن سيركت، اوبن سيركت يعني أسيبها زي ما هي، أعمل اوبن زي ما أنتم شايفين كده، هاجي هنا الزيرو ده كان مشترك بين اكس 1 واكس 3، يبقى أروح لإكس 1 الموجودة في القطر وإكس 3 الموجودة في القطر أمسح منها هنا زيرو وأمسح من هنا زيرو،
تمام كده. هروح بعد كده المشترك بين اكس 2 واكس 3. اكس 2 واكس 3 يعني شغال على نود 2 ونود 3، يبقى انا هشتغل على المستطيل ده. هعمل ايه؟ اف في 1. اف في 1 يعني مقاومه قيمتها 1 على اف في 1. هنا هحط مقاومه قيمتها 1 على اف في 1. يبقى بعدها اكس 2 واكس 3، يبقى امسح مشترك بين اكس 2 واكس 3، يبقى اروح للقطر اكس 2 واكس 3 اللي موجوده في القطر. امسح عندي اف في 1 اس واف في 1 اس، مسحتهم اهو. تمام. هرجع بعد كده للمعادله الاولى، هجيب اللي خاص بنود 1، يبقى اكس 1 في معادله اكس 1 دي خاص بنود 1 مستقله لوحدها، يبقى عندي هنا 0 0، يبقى عندي نود 1. اعمل ايه؟ اوبن سيركت زي ما انت شايف، اوبن سيركت. هروح للناحيه اليمين من المعادله، الناحيه اليمين عندي اف، اف دي بتمثل كارنت سورس، عندي نود 1، يبقى اف عشان شغال على المعادله الاولى يبقى نود 1 اف ده ككارنت سورس. نروح للمعادله الثانيه، انا بتكلم على القطر، المعادله الثانيه اكس 2 في معادله اكس 2، هنا هيبقى 0، يبقى اجي عندي نود 2 احط 0. طب لو في كومبوننت تحطها هنا، طب لو في اكتر من كومبوننت يتحط الاثنين كومبوننت توازي هنا في الحته دي يبقوا توازي، يبقى هنا مفيش كومبوننت، يبقى احط اوبن سيركت زي ما انت شايف دي اوبن سيركت. بعد كده اجي للناحيه اليمين 0 0 يعني كارنت سورس قيمته 0، يعني احط هنا اوبن. طب لو في اف هنا تيجي هنا في الحته دي تحط اف ككارنت سورس 0، اعمل اوبن. اروح بعد كده للمعادله الثالثه اكس 3 في المعادله الثالثه، ده بيمثل النود 3، نود 3 عندي مستقله لوحدها، يبقى ام واف في 2. الام عندي بتكافئ مكثف قيمته ام، والاف في 2 بتكافئ مقاومه قيمتها 1 على اف في 2. هيبقى عندي مكثف ومقاومه الاثنين توازي، انا شغال بارلل. هروح للقوه بعد كده 0 0، يعني انا هاجي هنا اعمل اوبن سيركت. بعد ما انا اخلص الرسمه همسح كل الاوبن الموجود في الدايره، تبقى في 1 في 2 في 3، هعد الكومبوننت دول هلقاهم 4 نفس الكومبوننت بتاعت الميكانيكال، يبقى ده كده تمام. نروح لمثال ثاني. المثال الثاني عندي هنا بعد فرض الازاحات على الرسم وجدنا عندي 3 ازاحات، يبقى بثلاث معادلات هنعد الكومبوننت هنلقاهم 7. 7 ليه؟ عندي الماس 1 سبرينج 2 كده 3، الفريم نفسه ليه وزن كده 4، عندي فريكشن بين الفريم والسطح كده 5، وعندي فريكشن بين الكتلة والفريم من فوق وبين الكتلة والفريم من تحت، يبقى عندي كده 7 كومبوننت. هبتدي بعد كده افرض النودز زي ما احنا اتعلمنا، يبقى ادي نود 1 نود 2 نود 3، وهيبقى المستطيل ده اللي هو احمر فازرق هيبقى مشترك بين نود 1 ونود 2، المستطيل اللي فازرق ده في بني هيبقى مشترك بين في 2 وفي 3. ما تنساش في 3 وفي 1 لازم ما بينهم مشترك برضه، تمام؟ هبتدي اعمل خط الارض الثابت بتاعي. هروح للمعادلات عندي، اول حاجه بدور على المشترك، المشترك بين اكس 1 واكس 2، اكس 1 واكس 2، يبقى اف في 1 واف في 2، يبقى اف في 1 هتعبر عن المقاومه قيمتها 1 على اف في 1، اف في 2 يبقى مقاومه قيمتها 1 على اف في 2، ده كله فين؟ بين المشترك بين اكس 1 واكس 2، يعني بين نود 1 ونود 2، يعني هحط مقاومتين توازي زي ما انت شايف في المستطيل ده، مقاومتين توازي بين نود 1 ونود 2 عشان شغال بين اكس 1 واكس 2. بعد ما انا خلصت المشترك بين اكس 1 واكس 2 ببص على القطر، اروح لاكس 1 موجوده في القطر واكس 2 موجوده في القطر، امسح اللي انا عملته، يبقى المشترك ده انا مسحته، تمام؟ بعد كده هروح للمشترك بين اكس 1 واكس 3، ايه المشترك بين اكس 1 واكس 3؟ يعني بين نود 1 ونود 3، فين؟ هيبقى المستطيل ده، هنود 1 هنا ونود 3 هنا، يبقى المستطيل ده، يبقى الكي عندي، الكي بتمثل ملف قيمته 1 على كي، يبقى ملف قيمته 1 على كي، احط هنا ملف قيمته 1 على كي. خدت المشترك بين اكس 1 واكس 3، هروح للقطر ادور على اكس 1 واكس 3، همسح المشترك اللي انا خدته، يبقى كي همسحها من اكس 1 هنا وهمسحها من اكس 3 تحت. المشترك بين اكس 2 واكس 3، اكس 2 واكس 3 يعني بين نود 2 ونود 3، نود 2 ونود 3 يعني المستطيل ده، هنلقى هنا اف في 3، اف في 3 يعني مقاومه قيمتها 1 على اف في 3، تبقى بالشكل ده، يبقى بين في 2 وفي 3 احط مقاومه. قلنا ان ده مشترك بين اكس 2 واكس 3، رسمناه. بعد ما رسمته اروح للقطر، هدور على اكس 2 واكس 3 في القطر اللي هو القوس الثاني والثالث هنا، همسح منه اف في 3 واف في 3 من هنا، يبقى امسح هنا وهنا. هروح لاول معادله، بعد ما اروح لاول معادله هبص كده اكس 1 في معادله اكس 1، يعني انا هتكلم على نود 1 مستقله، يعني نود 1 للارض، هنلقى ام 1، ام 1 بيتكافئ مكثف قيمته ام 1، يبقى هنا هحط مكثف قيمته ام 1. اروح ناحيه اليمين هنلقى عندنا فورس،
يبقى هنا عندي نود واحد احط كارنت سورس قيمته اف. نروح للمعادله الثانيه، يبقى اكس 2 في معادله اكس 2 بتمثل نود 2 للارض، بتمثل نود 2 للارض، ده اكس 2 في معادله اكس 2. هنلاقي عندنا ام 2 واف في 4، ام 2 بتكافئ مكثف قيمته ام 2، اف في 4 هتكافئ مقاومه قيمتها 1 على اف في 4. يبقى من هنا احط 2 كومبوننت توازي عندي زي ما انت شايف كده وبالقيم اللي انا قلتها. هروح ناحيه اليمين هنلقى هنا 0 0 يعني توازي مع الاثنين دول عند نفس النقطه هنا، احط اوبن سيركت. طب لو كان في اف تحط هنا كارنت سورس، تمام، احط هنا كارنت سورس لو في اف. طب 0 يعني اوبن سيركت في النقطه دي اللي هي من في 2 للارض. هروح بعد كده لمعادله 3 واكس 3، القوس الخاص باكس 3 هيبقى ده خاص بنود 3 مستقله، بمعنى ان هيبقى من النقطه دي للارض هنلقى هنا 0 يعني هيتمثل باوبن سيركت. هروح ناحيه اليمين هنلقى 0 يعني هنا هيبقى اوبن سيركت برضه. طب لو كان في اف، اف يتحط كارنت سورس عند قيمته هنا اف، هبتدي امسح الاوبن سيركت كله اللي موجود في الرسم وامسح كل حاجه، تطلع الرسم زي ما انت شايف. ادي نود واحد ونفس النقطه دي، هي دي، ما دي النقطه اللي هنا، نفس النقطه اللي هنا، نفس النقطه دي، نفس النقطه دي، نفس النقطه فوق، دي كلها على بعضها اسمها نود واحد. عندي هنا في 2 هتبقى النقطه دي هي نفس النقطه دي، نفس النقطه دي، نفس النقطه دي، دي كلها على بعضها اسمها في 2. النقطة دي اسمها في 3 هي نفس النقطة المشتركة فوق. هنعد الكومبوننت اللي على الرسم هنلقاهم 7، يبقى نفس الكومبوننت اللي موجودة في الميكانيكال سيستم. كده أنا حلي صح. في ملحوظة مهمة في النهاية، أنا حاطط على الرسم الرموز، لو هو مديك في الميكانيكال سيستم قيم يبقى عشان أجيب معادلات الميكانيكال سيستم أحول القيم للرموز، يعني أفرض رموز على الرسم وأبتدي أعمل المعادلات وأبتدي أرسم عندي بعد الرسم ارجع كل حاجه لقيمتها. يعني لو كان كي مديها لي في المساله بواحد احط هنا واحد على واحد يعني واحد، بس الملف يبقى وحدته هنا. طب لو مديني اف في 1 2 تبقى قيمه المقاومه 1 على 2 يعني نص اوم، تمام، قيمه المقاومه بتبقى وحدتها اوم، الملف هيبقى قيمته وحدته هنري، المكثف وحدته فرد. واتمنى حلقه النهارده تكونوا استفدتوا منها حتى لو بحاجه قليله، وشكرا جزيلا.